سوق الزل واحد من أسواق مدينة الرياض. أيمن لأنه يحب يشوف تقاريره في الاستوديو. نرجع سوق الزل. سوق الزل واحد من أسواق مدينة الرياض، يعتبر السوق أحد أجزاء منطقة قصر الحكم التجارية، وهو أكبر تجمع لمحلات بيع الملبوسات والأدوات الرجالية التراثية وأيضا التحف. يقطع وسط مدينة الرياض، وهو بالقرب أيضا من قصر الحكم. يعود تاريخ هذا السوق إلى عام 1319. زميلي عبد المحسن التميمي راح هناك وجاب لنا هذا التقرير من داخل سوق الزل. شوفوه. ما يعطي الشيء قيمة وأهمية لدى الناس تاريخه وارتباط الناس بماضيهم الذي يرون أنفسهم فيه، ماض يؤثر في نفوسهم ويؤثرون فيه. وبين التأثير والتأثر، وأنت تتجول بين جنبات سوق الزل في الرياض، تتناثر أمام ناظريك آثار قديمة كما هي تلك التي لدى العم أبو بدر. والله السوق هذا تقريبا 15 سنة محلات. طبعا عندنا مزاد هنا يصير كل بعد المغرب وبعد العشاء، وفي مزاد شهري كل جمعة من رأس بعد رأس الشهر. في مزاد شهري نبيع أشياء تراثية والأنتيك، الأشياء القديمة والعمل، يعني العمل والسيوف والبنادق وهذه كل الأشياء القديمة هذه متخصص في هذا السوق. ممكن عملات إسلامية لها أكثر من 800 سنة وأكثر. في مثل عملات ريال الملك عبد العزيز الفضة، هو اللي يجي ملك الحجاز ونجد ملحقاته ريال فضة ويجي منه نص وربع. وفي ريال العربي معروف اللي هو في تواريخ مختلفة، بعد في تاريخ 1354 العربي، وفي تاريخ 1000 على عهد الملك سعود ريال الفضة برضو 1374. يعني حنا نحب الحاجة هذه، ولنا جماعة ذا ونجتمع يجوننا وكذا وهذه. سوق الزل من أهم الأماكن التي تستحق الزيارة وبصورة دورية، خصوصا لجيل الشباب، الجيل الذي يحتاج أن يعرف ماضيه وحاضره جيدا ليتمكن من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال من بعده. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض.